أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم غندويو على الاكتشافات اللي لقاوها العلماء الأجانب من جميع الجنسيات في المغرب. فهذه الاكتشافات كتخلي العلماء في العالم يزيدوا يجيو المغرب ويكتشفوا أكثر، حيث هذا الشيء كيخلي النظرة ديال العلماء تتبدل، حيث كيعطيو واحد التاريخ تقريبي للطبقات الأرض والعصور اللي دازو. فهنا الاكتشافات اللي لقاوها في المغرب خلات ان داكشي كامل اللي يتضرب في الزيرو ويتعاود ليهم داكشي ازيرو، حيت لقاو ان الاصل هو المغرب والتواريخ اللي كانوا لقاوها لقاو مقدم منها في المغرب. فمثلا اكتشاف جمجمه انسان عاقل بجبل ايرهود في المغرب. فهذه الجمجمة هذه التاريخ ديالها يعود ل 300 ألف عام. فهما كانوا لقاو واحد الجمجمة أخرى اللي كان العمر ديالها قل من العمر ديال هذه الجمجمة هذه، حيت هذه الجمجمة اللي لقاوها في المغرب أقدم جمجمة ديال إنسان عاقل في العالم. فهذا الشيء شنو كيبين؟ كيبين أن أكبر مستوطنة للإنسان هي المغرب. فواحد السؤال كنطرحه دائما من كنسمع هاد الاخبار ديال اقدم جمجمه ولا قبل البشر، كتجيني في راسي سيدنا ادم، حيت حنا عندنا في الدين ديالنا وحتى في بعض الاديان الاخرى ان سيدنا ادم هو الاب ديالنا وامنا حواء هي الام ديالنا. وسيدنا ادم راه كان انسان عاقل، فالله علمه الاسماء ديال الحيوانات وديال الملائكه وعلم الله بزاف ديال الحوايج، يعني سيدنا ادم انسان عاقل. فواش العلماء مازال ما توصلوش لهذا الشيء؟ ما فهمتش، هذا هو السؤال اللي كان كيتطرح ليا بزاف ديال المرات في الراس ديالي. تاني حاجه كانت اداه حجريه قديمه جدا تعود لملايين السنين. فلقاو ادوات حجريه كيستعملها الانسان في إزالة جلد الحيوانات، وليس إزالته لأكل الحيوانات فقط بل استخدامه في صناعة الملابس. فهذا الشيء كيخلي أن المغرب يكون هو الدولة الوحيدة في العالم اللي تكتشف فيها أن المصدر ديال الملابس وصناعة الملابس هو المغرب. فالمغاربة في قديم الزمان كانوا هما اللي كيصنعوا الملابس حسب هذه الدراسة، فالله أعلم شكون أول واحد صنع اللباس. اكتشاف آخر، هذا اكتشاف مهم جدا، هو أن مرصد أوكيمدن بتلسكوب ترايبست يكتشف 7 كواكب. 7 الكواكب كيشبهوا الكرة الأرضية تماما، هذا كانوا اكتشفوا على ما أظن سنة 2017. فلقوا 7 ديال الكواكب كيتشابهوا. فهاد الكواكب هادو كاينين في مجموعة شمسية أخرى، دابا ندير واحد الفيديو نوضح فيه المجموعات الشمسية والمجرات والأكوان، وغادي نشوفو من كيتكون الكون والأرض ديالنا كيفاش دايرة بالنسبة للمجرة كاملة وبالنسبة للكون كامل. هادشي غنشوفو في واحد الفيديو إن شاء الله في الأيام الجاية. فهاد 7 الكواكب الشبيهة بالأرض كيدورو على واحد النجم اللي هو الشمس ديالهم، قال لك فيها على ما يعتقد باللي فيها الحياة بحال كوكب الأرض، والله أعلم. حاجة أخرى، لقوا عنكبوت البهلوان لأول مرة، يكتشفوا واحد العنكبوت لقوه في المغرب أحد الصحاري. لقوا واحد العنكبوت كيدير حركات بهلوانية تجعله يهرب من المفترس إذا كان بغي يفترسوا شي حيوان، فهو بديك الحركة البهلوانية كتمكنو يمشي بواحد السرعة بين مترو حتى 2 متر في الثانية. فالمغرب ولا مطمع ديال العلماء كيجيو يكتشفوا فيه مجموعة ديال الأمور. فلدراسة الديناصورات أيضا كيجيو المغرب فيه مجموعة ديال الاكتشافات على الديناصورات. فهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو، فأشكركم على المشاهدة.